Hi girls, it's Yoko. عاملين ايه؟ I hope you're fine, good. معاكو ناتالي في حمام الساحل. مقدرش ان انا مدخلكوش الحمامات معايا، انتوا عارفين يعني تشيتشات ودنات يعني حمامات. بعد كده ممكن بقى ان احنا نجود ونروح في حتة تانية، بس ايه اصلنا ايه؟ الحمام. فما نقدرش ننسى اصلنا. I hope you're fine, good. ابعتولي بس اي كومنت عشان I make sure ان احنا we can chit chat together. بونسوار يا ميرا، ازيك؟ ده شعري في الساحل. احسن اكتر حاجة بعرف اتوصل لها هو الموديل كده في الساحل، ما بيهداش عن كده، حرام طبعا الرطوبة، بس اهو بحاول اعتبر نفسي ان انا عاملة عندي كوفر. طبعا الشعر الابيض يا جماعة هو طلع كله موجود، بس عشان شعري صفر في الشمس بالتان، فايه عامل شوية كاموفلاج. عاملين ايه؟ طلعت لكم، حاطه لكم، لبست لكم الحلق، عملت لكم شوية مكياج اهو، شوفوا جليتر، حطيت لكم روج، بس عملته بطريقه كده انه بره حاطه الباج وجوه حاطه سنه البينك، بينك فوشيا، عشان يدي من جوه الافيه المحمر. وحطيت لكم شويه ماسكارا، مش كتير زي ما انا بعمل، بس ايه قلت ايه اطلع لكم جاست ليتل بيت فريش. ولبست لكم فستان جديد من الحاجات اللي ماما جايبها لي اهو. طيب يور هير. ايوه رنا، بونسوار يا مي، ميرسي يا ميرا، ربنا يخليكي. I hope ان انتوا تكونوا بتقضوا وقت كويس في الصيف. خلاص الصيف قرب يخلص، مش الصيف، الصيف عندنا في مصر طويل، بس الصيف بمعنى ايه؟ انه هنرجع المدارس وهنرجع بقى للروتين بتاعنا، ف it's like the last week. وبعد كده نرجع بقى مصر تاني، نشوف بقى ايه اللي لازم يشتغل بذمة واللي لازم يروح الاونلاين بذمة. ربنا يستر علينا وعلى كل عيالنا في الاونلاين اسبوعين، وربنا يستر نشوف هيكمل كده ولا لا. ميرسي يا ميوي، ثانك يو. طيب النهارده انا جيت لكم، ميرسي يا فرح، ربنا يخليكي، ثانك يو سو ماتش. بونسوار يا بوسي. انا جيت لكم النهارده علشان اي هاف ا نيو انبوكسنج، وانتوا عارفين ان انا بحب قوي الحاجات بتاعه ايفن، فايفن بعتولي حاجه يعني شويه حاجات، من ضمنهم كانت شويه حاجات جات لي قبل كده، بس يمكن كانت جات لي قبل كده في جان، فلسه الجروب كان كان حلو، بس طبعا مش حلو زي دلوقتي عشان كلكم حلوين معايا هنا فيه. ميرسي يا نانسي، ربنا يخليكي. وانا برقص اللي هو مش عارفه عملتها ازاي. اصل انا يا جماعه لازم تعرفوا حاجه، انا كل حاجه بعملها بعملها بذمه. هرقص بذمة، هعيط بذمة، هصوت بذمة، هتخنق بذمة، هعطس بذمة، يعني كل حاجة ذمتي عالية في كل حاجة الحمد لله. فايه حتى الرقص انا عندي صور كتير قوي وانا برقص هتتخضوا، بس هما دول انا لقيتهم على موبايلي دلوقتي. ميرسي يا مايسة، ربنا يخليكي، ثانك يو ياسمين، حلبة حلاوة والله، وانتي اللي حلاوة يا نورة، ثانك يو يا منة. قمر 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 يا نت، ميرسي يا سماح، ربنا يخليكي، انا قمر يعني بيكو بعيونكم الحلوه. تعالوا بقى نشوف ايه الانبوكسنج. ليه حطيت لكم المكياج؟ مبدئيا علشان بقالي كتير ما شفتكوش، فنشوف بعد كده ايه وتشوفوني فريش. رب ايه ادي لاي حد محتاج اي بوزيتيفيتي، ادي له الانرجي اللي عندي وتروح على عنده على طول. وتعالوا نشوف الاول دول كذا لون انا حطاهم، ما جاش انبوكسنج ايفن، بس انتوا عارفين انا بحب قوي الروجات بتاعت ايفن، اللي هم طبعا نور في الحمام هنا في الساحل مش ألذ حاجه، فايه نستحمل مع بعض شويه. الالوان بتاعت ايفن اللي هي الماركه اللي هي كل السيلفر كده، انا حطيت ايه في الاول مش عارفه لو انتوا شايفين اللون، استنى اوريك، عايزه احاول اوريكم باين كده. شايف 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 شايفين الباج، وهنا جوه في المحمر شويه روج، كل يوم باكل 70 روج. حتى حطيته زي ان كيس اوف اي حد فيكو عايز يعرف. اول حاجه حطيتها هو الفاتح قوي ده كده، اوكي ده اسمه ديزاير، حطيته على كل الليبستيك.
على كل الليبستيك، على كل الشفايف، and then على كل الشفايف برضو رحت حاطه ده عشان اغمق منه درجتين ثلاثه، اسمه ورثي. وبعد كده رحت واخده الفوشيا بتاعهم، الفوشيا خالص ده اللي اسمه انفورجيتابل، فوشيا فوشيا فوشيا، اوكي، وحطيته بس هنا اهو كده، اوكي. وبعد كده بالصباع I went through كل ال عشان اخليه تو امالجميت كده كله مع بعض، فيديكي الافيه انه هنا it's more pinky ومن بره it's beige، اوكي. Sometimes بحب اعمل كده و other times بحب عكس، اوكي، بس دي كده بتدي رفلي كده لذيذ. طيب هما بعتولي ايه بقى؟ ايفن، ومعانا ديسكاونت جديد مع ايفن، كان بقالنا فتره كده ما جالناش ديسكاونت من ايفن، بس المره دي جالنا ديسكاونت من ايفن. هقوله لكم في الاخر البرومو كود بتاعنا، الديسكاونت هيبقى 10%، هكتب لكم. هو من هيبتدي من احنا النهارده 23، من دلوقتي لغايه يوم 31 اوجست، وهكتب لكم اللينك بتاعهم، يعني في الاديت هكتب لكم كل حاجه، ولو حبيتوا صور الحاجه برضو قولوا لي، الحاجات اللي انا هوريها لكم لو حبيتوا الصور بتاعتها قولوا لي هصورها لكم برضو. ثانك يو حبيبه قلبي. ماي هير انا يعني هو بس ضرب اصفر طبعا من الشمس، عشان انا اصلا يا حرام بلونديه، بقى كده بصوا بقى ما بقاش في حواجب خالص، الحواجب كلها بقت بلوند، ده انا كده ملوناها. بصوا انا بقى لما بلون الحواجب بعمل كده عشان اعرف اشوف، غير كده من كتر ما هما بلوند مش بشوفهم. Did you arrive home dear at Cairo؟ نوع حبيبة قلبي، ده احنا هنا معاكم ناتالي في الساحل. طيب بعتولي حاجة كانوا already قبل كده بعتوها لي، وهي ال Distillery Clean Break. Distillery Clean Break هو ايه؟ ال Distillery Clean Break مبدئيا it's a cleanser. انا ده كنت عملت لكم عليه ريفيو، وكنت قلت انه ده كان not approved، وكل اللاين بتاع الديستيلري دي كلها كانت نات ابروفد، كان في مورنينج كريم ونايت كريم، وبعتوها لي برده تاني السي شوت فيتامين سي، سي شوت شايفين في باودر، هشرح لكم دلوقتي ازاي بيتحط للناس اللي ما شافتش قبل كده. ميرسي يا هند، ربنا يخليكي. ده كانت ابروف، كل اللاين بتاعه الديستيلري من ايفن كانت نات ابروفد، فهم بعتوها لي تاني، فحبيت ان انا اجي افرجها لكم تاني. الديستيلري ده كل الديستيلري لاين مبدئيا كلها فيجن، اوكي، لاي حد بقى يحب يستخدم حاجات فيجن. كل الانجريدينتس بتاعه ديستيلري وبتاعه اللي هو سبيشالي بتاع الكلينزر بتاعهم، غير ان هي كلها فيجن، هي ما فيهاش اي نسبه الكحول، ما فيهاش اي نسبه اي اسينشال اويلز، اي الوان ارتفيشال كولرز، اي مينرالز، ما فيهاش اي ريحه، فري اوف فراجرانس، اوكي، وما فيهاش اي كيميكال سان سكرين، اوكي، فهي اتس بيور 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 69% pure processed apricot oil. الابريكوت اللي هو الايه بالعربي، البتاع المدور الاورانج ده اسمه ايه؟ حد يقول لي. مش خوخ، التاني مش برقوق، التالت مش فاكره، انتوا هتقولوا. 69% pure processed apricot oil، وفي معاه butter، هو عبارة عن it's butter كده كله، اوكي، هوريه لكم دلوقتي لما هشيل مع بعض المكياج. انا كلها حطها زي ما قلت لكم، شوية ماسكارا، شوية شمر والروج وحاجة مشمش، thank you، وحاجة بسيطة قوي روج اجو، وفي كوكوا باتر، وفي مانجو باتر، وكيوكمبر اكستراكت، اوكي. دول انجريدينتس ار كومبليتلي بيور، اوكي، و اتس بيرفكت تو ريموف الميك اب. هايل 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 ان انت تشيلي بيه الميك اب، اند اتس فيري جود كلينزر برضو للمورنينج روتين بتاعك، اللي هو لما بتغسلي وشك الصبح قبل ما تحطي المورنينج روتين بتاعك، او لما تبتدي تنضفي وشك بالليل قبل ما تحطي النايت روتين بتاعك. فتعالوا كده مع بعض، عايزه اوريكم
معلش هنلم الشعر الجميل الحرير هنلمه وهنشيل الحلق الجميل بس كمان شوية. اوكي ماشي ماشي thank you. اوكي دلوقتي هو بيبقى بص يا جماعة عامل ازاي زي زبدة كده ماسكة. اوكي فهناخد شوية مع بعض كده شايفين. اوكي وهحط على ايدي كده بصوا ازاي قلب اكنه زبدة ساحت خالص. اوكي اوكي Ciao mia, come stai? No, non c'è mai vacanze con il cicciat. Prendo vacanze solo per andare al mare, ma la sera lavoriamo. Mi manchi. معلش يا بنات دي صاحبتي one of my very 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 close friends living in Rome. Well, I think it's her first time to see me live. It's something very exciting and انا كمان my friends من Rome بيشوفوني. سلمى بصي هو انا I don't have natural waves اصلا انا شعري انعم بكتير يعني مش انه انعم هو ناعم بس شعري straight اكتر بس طبعا بال الرطوبة بتاعت هنا في الساحل مش عايزة احكي لكم. بصوا يا جماعة لما تيجوا تشيلوا اي حاجة للرموش خصوصا هتروحوا من فوق لتحت كده اوكي تلفوا كده يعني روحوا مع الطريق بتاع الشعر مش عكس الشعر عشان ما تكسرهوش. اوكي في نفس الوقت ده هيشيل كل الوسخات اللي بتاعت طول اليوم البورز. اوكي الوسخات اللي بتتحط جوه البورز من الاويلز لو احنا على البحر من العرق لو احنا بنعرق جامد. استنوا اجيب قطن استنوا. هابي هالوين من المكياج عشان طبعا الفوندوتان كله بياخد البورز كلها بتتملي فوندوتان فده اتس ا فيري فيري جود كلينزر لكل الحاجات دي وفي نفس الوقت It's a very good makeup removal وانا كنت قبل كده قلت لكم انه this is not approved. دلوقتي هوريكم اللاين بتاع الديستيلري بتاعت ايفن كلها حلوه جدا. حاجه تانية الحاجات دي is very high technology خصوصا الكريمات والروجات والحاجات دي بصوا كلها very high technology اسعارهم حلوه جدا للهاي اند تكنولوجي بتاعتهم. بصوا كل المكياج ازاي اتشال وفي نفس الوقت مع الاويلينس دي عرفنا ان احنا نعمل شويه مكياج مكياج مساج لوشي يعني مهم قوي ان انت تعملي شويه مساج لوشك علشان تجري كل الدوره الدمويه. طبعا ده لازم يبقى كونتر سونس كده عكس الاتجاه عشان تاخدي وتحطي كل الرينكلز تبقى لورا. اوكي كده لو انت عملتي كده الرينكل عملتيها كده فانت بتحاولي انت تبعدي كده. اوكي ودول بنوديهم كده ممكن تعملوا سيركل لفوق ثانك يو يا ميا يا جماعة يعني صاحبتي من ايطالي she's telling me that I rock ف بجد thank you so much لكل الوقوف اللي انتوا بتقفوه جنبي ايا كانوا اصحابي او عيلتي او اصحابي من بره او الناس اللي ما تعرفنيش بس حبتني علشان حبتني. استنوا بقى نجيب طبعا انتوا عارفين ان انا لازم دايما اغسل وشي بعد كده بالفيس هالو بس علشان انا حطاكوا عند الحوض فلازم تعرفوا ان انا فتحت البانيو لازم تعرفوا ان انا فتحت البانيو علشان اخد شويه ميه بالهالو عشان احط عليهم الهالو
facial cleansers دول، عشان طبعا بعد ما بتستخدمي ال distillery cleanser ده بتحتاجي ان انت تغسلي وشك، تشيلي كل ال oiliness اللي فيه. اوكي love you too يا سوسو. وهوريكم دلوقتي، بصوا قطنا بتسلم عليكم اهي، بلا بصوا ازاي كله تشيل. اوكي تعالوا نشوف القطنة. Voilà. Yamia, s'il y a n'importe quoi que tu aimes ici du Caire, mais les choses que je fais en unboxing, dis-moi, je te les amène avec ma mère. Elle retourne dans 10 jours. بصوا يا جماعه صاحبتي ميا من روما كاتبه لي ايه بالعربي، انا حبيتك since always. You are as good as me يا حبيبه قلبي. You are even better. اوكي فده نرجع بقى تاني الديستيلري اللي انا قلت لكم. الديستيلري لاين ذس از اميزنج، اتس نوت ابروفد كلها، انا كنت جربتها قبل كده كلها، بس هم بعتوا لي المره دي انذر كلينزر. فللناس اللي ما كانتش شافت انا ازاي بعمله وازاي فعلا بينظف كل وشي، حبيت ان انا احط لكم شويه مكياج علشان تشوفوا في الاخر وشي ازاي، وشي ازاي بينضف. وده تستخدموه عشان تشيلوا بيه المكياج، او تستخدموه للمورنينج فيشل واش او النايت. طبعا انا ان ذا مورنينج، للناس اللي عارفاني انا مش بغسل وشي صبحيات، بغسله بس بميه، بس مش بحط اي برودويات عليه غير ال المية والتونر والكريم بتاعتي والآي كريم، ولو طلع طبعا على البحر او شمس بحط الاسباف. غير كده ما بغسلش وشي ابدا بان انا بالصابون والحاجات دي، ان انا ما بحبش ان انا اشيل الكريمة بتاعت اليوم اللي قبله، بحب ان انا اشيل بس الزيادات بتاعت اليوم اللي قبله بتاع بالليل. بس اهم غسلة هي الغسلة بتاعت بالليل، دي اهم غسلة عشان دي اللي بنشيل فيها كل الوسخات بتاعت طول النهار والمكياج ونضف البورز وكل حاجة في الدنيا. الصبحية كده كده الوش بيبقى نظيف، ما بيبقاش فيه حاجة، انت بيبقى عندك بس الزيادات بتاعت الكريمة بتاعت بالليل، عشان الكريمة بتاعت بالليل بتكون دايما اتقل شويه من الكريمات بتاعت الصبح. فكل اللي انا بعمله هي ان انا صبحيه بشيل الريزيديو بتاعت اليوم اللي قبل عشان اعرف احط عليه الكريم. طبعا لو طلع في رطوبه والحاجات دي، انا كنت قلت لكم قبل كده ان انا هنا في الساحل ما بحطش غير الهيرونيك اسيد الصبحيه، بس بحط التونر قبل كده عشان الهيرونيك اسيد ياخد الميه ويحطه جوه بشرتي، وبعد كده بحط بس موشرايزر والاس بي اف واطلع. مش هقعد احط مليون الف حاجه انه انا رايحه على البحر. اوكي فديس از وات اي هاف بين دوينج صبح وبالليل من ساعة ما جيت الساحل، علشان احاول اخد بالي من بشرتي على قد ما اقدر. وطبعا بنحط اس بي اف كل ساعتين، او لو نزلتي حطيتيه وما عطيتيش الساعتين وقعدت ونزلتي البحر، تطلعي تغسلي وشك بمية كويسة وتحطي اس بي اف تاني على طول. اوكي طيب نيجي لتاني حاجة. بس استنوا احط بس جاست تونر، عشان انا هنا مش ما بقولش تونر، فاستنوا بقى احط بس تونر. اوكي ووريكم ازاي بنحط التونر. التونر احنا بنحطه على بشرتنا كده، او بقطنا وتطبطبي لجوه لو هو بيتدلق، او لو هو سبراي يو سبراي وتخلي وش يبقى مبلول كده شويه. ليه؟ علشان تروحي جايه حاطه السيروم بتاعك على طول. السيروم انا اللي هو السيروم يس الهيرونيك اسيد. وبرده تنسيش ابدا الحته دي بتعجز بطريقه رهيبه. اوكي وبرده بتطبطبي لجوه كده. non so se si trovano in Italia Randa o no. Poi avete Avon. Se avete Avon sicuramente avete Avon. Se avete Avon vai sul sito e cerca distillery. Lo metterò sul edit. All right, I'll give Ludi something easy, Mia Mia. Ciao amore, ciao, love you. Okay, بنحط كده وبتسيبيه خالص ان هو ينشف. يعني ما بين كل حاجة والتانية لازم نسيب شوية وقت
انه ما بين السيرم والكريم او ما بين سيرم وسيرم انت ممكن تحطي up to 5 serums if you want. المهم بس يكونوا لابقين مع بعض. ما بين السيرم والتاني او ما بين السيرم والكريم لازم دايما تديله شويه وقت 2 minutes او حاجه كده. اعملي الديرما بليز, عاوزين نشوف. انا عملت الديرما قبل كده يا يارا, بليز روحي على دي, حطيت الحلقان عند المكياج مش مشكله. بليز روحي على مايكرو نيدلينج ودنات او ديرما رولر ودنات, هتلاقي كل حاجه. انا هرد على كل اسئله بعد ما اخلص علشان ايه ما توهكوش. طيب انا حطيت السيرم بتاعي عشان ينشف, دلوقتي هحط الكريم بتاعت ماي سكين. اوكي, فهما ايفن بعتولي ده, بقى لسه ما جربتوش. لا ده بتاع الصبحيه. anyways مش مشكله, انا هحط بتاع بالليل دلوقتي بس هوريكم بتاع الصبحيه ده انه حلو جدا. نيوترا افكت اكتيف موشرايزر في داي كريم اس بي اف 15. اوكي, النيوترا افكت برضو البرودويات بتاعه ايفن بتاعه النيوترا افكت دول حلوين جدا, انا جربتهم كتير قوي وحلوين قوي. انا جربت الديستيلري كلهم, كل اللاين خطيره. جربت النيوترا افكت حلوين قوي, وجربت الكوريان ماسكس كلهم اللي موجودين في ايفن وكلهم خضار. بالنسبه للنيوترا افكت ده يلا لسه ما جربتوش بس هبتدي اجربه من بكره واقول لكم. الداي كريم اس بي اف 15 اوكي, ده معمول بالسيد كومبلكس بالشيا سيدز. اوكي, معمول بالشيا سيدز. الشيا سيدز دي بيعمل ايه؟ بتساعد في تو موشرايز ذا سكن. موشرايز قلنا يطري صح, ذا سكن لمده 48 ساعه. فالشيا سيدز على البشره عشان الشيا سيدز كويسه للشعر, اما بالنسبه للبشره فهي بتمشرايز السكن لمده 48 ساعه. اوكي, وفيها الشيا سيدز, انتوا عارفين لما بتحطوها في زبادي او اي حاجه بتنفش, فهي الشيا سيدز نفسها it keep الووتر up to السايز بتاعها 12 مره. فانتوا متخيلين انه هنا في الشيا سيدز بكل الهايدريتنج ثينجز, عشان كده this is a hydrating cream. يرطب, ايوه thank you. بكل الهايدريتنج كريم اللي جوه هنا ليه؟ عشان الشيا سيدز الواحده بتاخد الوزن بتاع الميه 12 مره وزن الشيا سيديه واحده. فانتوا متخيلين قد ايه بيخلي جوه في ميه, فقد ايه بيرطب البشره وقد ايه هايدريتس ذا سكن كومبليتلي. انه العدو اللدود بتاع البشره ان انت ما ترطبيهاش او ان انت ما تشربيلهاش ميه, فدي على طول فيها ميه. اوكي, فالسكن البشره هتكون مترطبه هايدريتد, مش فاكره خلاص يا جماعه هي ازاي بالعربي بتتقال, ونورشت مغذيه متغذيه. اوكي, وطبعا احنا اتفقنا ان هو طالما هو فيه هايدريشن كتير قوي عشان الشيا سيدز اللي فيه, فهو بيساعد البشره ان هي ما تتعبش من او الجو الساقع قوي او الجو الناشف قوي very dry places, او لو فيه هواء جامد قوي. اوكي, طيب انا دلوقتي حطيت الكريم بتاعتي, انا عايزه احكي لكم عن الديستيلري سي شوت. الديستيلري سي شوت ده برضو انا كنت قلت عليه ان هو not approved. اوكي, فخليني عشان انا كتبت لكم شويه حاجات علشان ما توهش, انا بحب دايما ان انا اكتب لكم شويه حاجات. مبدئيا عايزه اقول لكم على حاجه, الديستيلري كلينزر اوكي كان ب 326 جنيه, بقى ب 228, كتبت لكم اصلي بقى ب 228 جنيه وبلس في 10% ديسكاونت بتاعتنا. اوكي, والكريم اللي انا اتكلمت عليه اللي هو الترطيب العالي جدا كان ب 254 جنيه, بقى ب 127 جنيه. اوكي, ولسه في ال 10% ديسكاونت بتاعتنا. اوكي, السي شوت كان ب 430 جنيه, بقى ب 301, ولسه في طبعا ال 10% ديسكاونت بتاعتنا. السي شوت ده يعني ايه؟ This is the purest فيتامين سي. اوكي, متواجد في شكل
بودرة كده اهو زي ما انتم شايفين. اوكي باودر. اوكي it's the most potent. قوي صح؟ potent يعني بالعربي يعني قوي مش كده؟ my hair like this مش فاهمة like قمر like this. ايه اللون؟ اكيد قصدك اللون صح؟ عشان اكيد مش قصدك الكمبوشة اللي انا عاملاها. It's 100% vitamin C, pure vitamin C و vitamin E مع بعض. ده بيخلي الوش يبقى healthier, منور اكتر ومتغذي. اوكي فيتامين سي ما بنحطوش الصبحيه. في ناس بتحطه وتحطه فوقيه الاس بي اف البروتكشن، بس انا دايما بقول ليه استخدم حاجه لازم استخدم لها اس بي اف عشان اداري مش اخد بالي من بشرتي، لا اداري الفيتامين سي بالاس بي اف علشان ما ياكسدش، فانا بستخدم الفيتامين سي بالليل بس. واكتشلي في الصيف هنا انا ما بستخدموش خالص، انا بستخدم صبح وبالليل هيرونيك اسيد وبحط زياده عن الطبيعي. اوكي بس عايزه اوريكم ازاي بنحط السي شوت ده علشان تبقوا عندكم درايه ازاي بنحطه. اوكي هاخد حبه من الكريم اللي انا ممكن تحطوا السي شوت ده او على السيرم بتاعكم او على طبعا السيرم لازم يبقى بيلبق. لو انتوا حطيتوا مثلا ريتينول مش هتحطوا فيتامين سي، هايرونيك اسيد بيلبق مع كل انواع الاسيدز اللي موجوده. اي سيرم ممكن تستخدمي معاه هايرونيك اسيد طبيعي جدا. وناس كتيره كانت سالتني لو الهايرونيك اسيد ده احنا ممكن نحطه الصبحيه ولا لا، عشان ناس كتيره قالوا لهم انه مش بنحط الهيرونيك اسيد بالليل الصبحيه. اكشلي الهيرونيك اسيد بيتحط الصبح ظهر ليل زي ما انتم عايزين، وما بيعملش اي تفاعل مع الشمس. الفيتامين سي هو اللي بيأكسد مع الشمس، that's why we don't use it. وطبعا الريتينول بيتحط بس بالليل. اوكي فالكريم بتاعت بالليل ممكن تستخدموا السي شوت او بالكريم بتاعت نايت كريم او المويسترايزر كريم بتاعكم if you don't use the night cream او السيرم. اوكي ظهري مالي والله هاني ماشيني النهارده ساعه ونص، ففي حاجات بتوجعني انا طبعي ظهري بيوجعني شفتوا من الوقفه. عاجبكم كده اكتر؟ لا ضلمه قوي صح؟ نو كده. طيب بنحط 2 بامبس من السي شوت بختين كده. اوكي وبعد كده بنقلبه كله. من كتر ما هو طري وناعم بيدوب على طول في السيرم او الكريم اللي انت بتحطيه، عشان كده الاستفاده بتاعته بتكون حلوه قوي. اوكي ما تنسوش الحته دي مهمه جدا، وخصوصا لو انتوا ناس بتتانوا زيي ما ينفعش ان انتوا ما تحطوش البرودويات بتاعتكم هنا. هقفل عشان اريك طبعا هيطلع يجنني مش هعرف اركز معاكم. اوكي ف this is how we use ال سي شوت، وبرده this was not approved في يناير، بس طبعا احنا زدنا كتير قوي فعشان كده حبيت ان انا اوريه لكم واكلمكم عليه وقد ايه هو حلو افيكاس. هرد عليكم كلكم في الأسئلة، أنا بس عايزة أخلص الحاجات اللي أنا جاية أتكلم فيها. أوكي نيجي بعد كده لل avon care، هما بعتولي اتنين sun care face and body 50 SPF و sun care kids and babies 50 SPF. الاتنين دول أخوات، بس ده للناس الكبار وده لل kids والبيبيز. اوكي ده هايلي هايلي افكتيف، بيحمي البشره من اليو في اي واليو في بي، مش ستيكي خالص. تعالوا اوريكم، انا جربته النهارده وعايزه اوريكم قد ايه اتس نوت ستيكي خالص وما بيسيبش اي، طبعا دلقت شويه كتير تعالوا نشوف، ما بيسيبش اي بياض على يعني بصوا شربوا اوريدي ومفيش ستيكنس، بصوا ميه كده. اوكي بيتشفت حلو قوي، اتس نوت ستيكي خالص مش بيلبك خالص. اوكي ما بيسيبش اي علامات بيضاء
whatsoever. طبعا ما اعرفش بتاع العيال، لازم اشوف بتاع العيال. اوكي بصوا، ما بيسيبش اي علامه بيضاء، شايفين؟ ممكن اوريكم، بصوا ما سابش اي علامه بيضاء خالص خالص. اوكي اوكي it's very high water and sweat resistant. انتوا عارفين العرق برضو بيضيع الحاجات دي، فهو it's very high resistant للاثنين. مش معنى انه high resistant ان انا انزل بيه الميه واطلع ما اغسلش وشي بميه حلوه ايا كان بيسين او او بحر واحط تاني، لا لازم ان احنا نحط تاني اوكي كل ساعتين حتى لو كان resistant. اوكي بالنسبة بقى للأطفال، تعالوا نشوف، أنا ما جربتوش. بالنسبة للأطفال it is مفروض as great as بتاع الكبار، طبعا لازم يبقى كمان more natural الكلام ده، وبرضو it's not sticky خالص. انتوا عارفين عشان الحاجات دي بتخش في عينين العيال وبيقعدوا يعيطوا، وما بيسيبش أي آثار بيضة برضو. أنا واحد مثلا قالك من الناس اللي بيكره يتساب له اي علامه بيضاء او حتى تنتد، مرات بحط له عشان هو عنده هنا مناخيره تعبان قوي، في مرات بحط له هنا عند مناخيره التنتد عشان ما يزعلش، حتى دي ما بيحبهاش. اوكي بتاع اللي هو الناس الشباب اللي زينا، مش اولد، ما عندناش اولد، ما فيش حد اولد عندنا، الناس الشباب اللي زينا ده كان ب 286 بقى ب 143 وعليه 10% ديسكاونت اللي هو بتاعنا. بتاع الكيدز كان ب 288 دلوقتي بقى ب 144 وبرضه فيه ال 10% ديسكاونت بتاعنا. اوكي انا دخلت على السايت عشان اجيب لكم كل الاسعار اسهل عليكم ان كيس عايزين تعرفوا اي اسعار. ايه تاني؟ اخر حاجه، لا قبل اخر حاجه اتبعتت لي وده برضه كنت جربته قبل كده وكان حلو قوي، الايفن ترو نيوترا افكت بي بي كريم. انا بستخدم اللون الميديوم. اوكي الميديوم. اوكي في اس بي اف 15. بصوا قد ايه خفيف، بصوا مبدئيا لونه، عايزه افرجكم لونه، بصوا قد ايه خفيف. It's ultra light breathable، يعني البشره من تحتيها بتتنفس. اوكي وفي ده مات طبعا، فيلبق طبعا للاويلي سكن. بصوا زي عمل مات، استنى اهو، بصوا زي ما فيش لمعة، ده لمعة يا جماعة الحر بس، انا لو انتوا حاسين ان هنا في اي لمعة فانا في الحمام هفطس خلاص. بصوا خلاص عرقت من كل حتة. اوكي انا كنت جربته قبل كده، هجربه بكرة برضو هقول لكم عليه وانا طالعة البحر، ان ده ممكن يستخدم للبحر لو حد ما بيحبش يحط اس بي اف عالي مثلا بس عايز يوحد لون بشرته، وبرضو التنت ده بيحافظ على البشرة نوعا ما، والبي بي ده بتاع ايفن is very good علشان خفيف قوي، very light على البشرة، بيخلي البشرة to breathe تتنفس حتى لو محطوط لها الحاجات دي، يعني it does not clog البورز. اوكي وفي ماتيفاينج باودر، بودر بتطفي اللي معانا لو حد عنده اويلي سكن زي حالاتي. اوكي وفي مينرال بيجمنتس، مينرال بيجمنتس هي دي اللي عامله الالوان البيجمنتد دي، في نفس الوقت بيبي كريم يوحد اللون بطريقه فيري لايت خفيفه جدا من غير ما يبقى فيه فوند بتاع حاجات تقيله، وفي نفس الوقت في اس بي اف يحافظ على البشره بتاعتك. اوكي ده كان واو وات البرايس، ده كان 184 ودلوقتي بقى 92 جنيه، لسه في كمان ال 10% ديسكاونت بتاعه تشات ود نات. اوكي لو حد بيسال اللون اللي انا حطاه، انا بستخدم الميديوم في ايفن، دايما بستخدم الميديوم، اللايت از فيري لايت والاكسترا لايت طبعا مش عايزه احكي لكم بقى عامله زي الزومبيز. اوكي اخر حاجه بقى ودي اوريدي جربتها علشان ريحته عجبتني قوي وكنت عايزه اجرب، عشان انا من الناس اللي ما بستحملش اي كريم تبقى ستيكي على بشرتي خصوصا في الساحل عشان الرطوبه بتخليكي تخرجي من الحمام تبقي عرقانه على طول، فبعتولي دي كان اول مره اجربه وعجبني، ايفن ناتشرال بودي كير انفيوجن كولكشن اسمه، بجرين تي وفيربينا. فيربينا انا دخلت دورت عليها طبعا لقيت ان هي الورده اللذيذه دي. اوكي بجرين تي ده بودي لوشن،
بيطري البشرة جدا بعد يوم طويل من الشمس في البحر. شايفين ازاي مية كده؟ مية كده، اوكي؟ بيرطب البشرة على طول بطريقة جامدة جدا. مية كده، عارف يعني، تحسي ان هو علشان في مية كتير فبيخش في البشرة على طول بعد such a long day في الشمس. الجرين تي طبعا is an anti-inflammatory، فأي التهابات هيقللها، التهابات من الشمس، التهابات من الحساسية، التهابات من المية المالحة، هيريحها. في نفس الوقت ريحته خفيفة قوي ولذيذة جدا، اوكي. ده كان، استنى نشوف لو في ملي، 200 ملي، اوكي. ده كان ب 142 جنيه، بقى ب 63 جنيه، ولسه فيه ال 10% ديسكاونت بتاع تشيتشات. فيعني صراحة the prices لما دخلت اشيك لقيت ان the prices are really 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 nice. I promise you هرد على كل اسئلتكم بعد ما اخلص، علشان انزل على الاقل ارد عليكم في التراوح، عشان كده ايه، هنهمل مع بعض كلنا مع بعض. هنا 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 الجو حر يا جماعه، حاسين بالحر عندكم ولا ايه؟ عشان انا عندي هنا حر، محدش يقول لي مش حاسين بالحر اللي انا فيه. المهم، the good news بتاعت ايفن انه عاملين 10% discount مع تشيت شات ودنات لمده اسبوع من النهارده ليوم 31 اوجست. To use طبعا كله اونلاين على السايت بتاعتهم، هكتب لكم السايت بتاعهم وكل حاجه. و to use ال 10% discount بتاع تشيت شات ود نات، لازم تكتبوا البرومو كود تحت، هيبقى اسمه نات NAT capital. بصوا شعري حبايبي من الرطوبه بيفضل قاعد. 108 نات NAT كله capital 108. الحاجات دي كلها عجبتني جدا. في حاجات اوريدي كانت approved by نات. ليبستكس برضو اللي انا كنت حطاهم النهارده هتلاقوهم عندهم بكل الالوانات بتاعتهم. هتلاقوا كمان عندهم الليبستكس الناشفه اللي هي الليكويد اللي بتقعد 24 hours. اتس اميزنج. برضو انا كنت حاطه لكم قبل كده زمان لونين، هتلاقيهم موجودين وفي الوان تانية عليهم. خشوا اتفرجوا على كله، في حاجات حلوه قوي النهارده. قعدت اتفرجت في حاجات حلوه جدا 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 جدا، تستاهل الواحد ايه يخش يدور عليها ويتفرج. I hope انه ما كنتش زهقتكم، I hope تكونوا انبسطتوا. هقفل معاكم دلوقتي، هحط لكم كل حاجه في الاديت علشان بعد كده يبقى عندي وقت ان انا ارد على اسئلتكم. بصوا يا جماعه، احنا عملنا ساونا مع بعض، يعني انا اتمشيت مع هني ساعه النهارده عشان طبعا نتاليته تخنت في استحليته، نتاليته بتخنت في استحليته صراحه. فهني قرر انه هيمشيني كل يوم ساعه، هلف القريه كلها. فعندي الانكل بيوجعني، في خازي بتوجعني، ظهري بيوجعني، حوضي بيوجعني، يا دوبك اروح اقيل. Thank you girls for watching. I love you. Take care. Don't forget send them all to hell including me if you don't like me. بس no harsh feelings ولا harsh comments whatsoever، عشان احنا عندنا zero tolerance لاي حاجه دمها تقيل او قليله الادب مش لابقه على الجروب عندنا. See you soon and good night. Ciao ciao.